السلام عليكم سادتي المشاهدين الكرام ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم. وها نحن من جديد نلتقي وإياكم في رحاب عطاء الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف الإمام المهدي أرواحنا لمقدمه الفداء. سادتي الأفاضل أهلا وسهلا بكم معنا من جديد، وكذلك بودي أن أقدم أجمل ترحاب بضيف الحلقات الدائم سماحة السيد عبد الستار الجابري. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا، حفظكم الله ويرعاكم. فاصل للاستراحة وبعد ذلك نتواصل معكم، إذن انتظرونا سادتي المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل. السلام عليكم مرة أخرى سادتي المشاهدين الكرام، وشكرا لمتابعتكم. كذلك التحية أوجهها إلى ضيفي الكريم سماحة السيد عبد الستار الجابري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا سادتي المشاهدين. كنا في الحلقة الماضية ناقشنا الولادة وظروف الولادة والإشكالات التي قد تطرح على مسألة ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. ويقينا أن ورد في مخيلتكم سؤال، مفاد هذا السؤال، لماذا سماحة السيد لم تكن ولادة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه كما هي السلسلة المعتادة، كما حصل للإمام أو للنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، للنبي يحيى، لبقية الأنبياء، أن يولد في الوقت الذي يظهر فيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. في الحقيقة بما يتعلق بمولانا المهدي صلوات الله وسلامه عليه وقضية الولادة، ولماذا اختلف في هذه الناحية كون الولادة منفصلة عن زمن الظهور ولم يكن فيه كبقية الأنبياء صلوات الله عليهم. طبعا لا المستمع لا يظن أننا نقول بنبوة المهدي صلوات الله عليه، لكن باعتباره بالمسألة الطبيعية من السر الإلهي أو الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم الذين سبقوه. فبالحقيقة هناك أدلة بالاستناد إليها نعرف أن المشيئة الإلهية والإرادة الإلهية في هذا المضمار الخاص بما يتعلق بمولانا المهدي صلوات الله وسلامه عليه قد اقتضى أن تكون القضية في ميلاده تختلف عن البقية. هل هنالك أسباب؟ الدليل الأول، هنا الأسباب متعلقة بالإرادة الإلهية، الله تعالى أراد ذلك. أما ما هو دليلنا على هذه الإرادة؟ نعم، الله تعالى يريد، لماذا يريد هذا ليس من شأننا. نعم. أما هل هناك دليل على هذه الإرادة الإلهية؟ نحن ندعي هناك إرادة. قبل الدليل، هل هنالك فلسفة لهذه الإشاءة؟ نحن لا ندخل في ما يريده الله تعالى. لماذا؟ لأن هذا متعلق بالذات الإلهية. نعم. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد بين ذلك فنحن ومع ما بينه الله تبارك وتعالى. وأما إذا كان الله تعالى قد أسدل على هذه القضية سترا فمن أين لنا أن نعلم نقتحم هذا الباب؟ فلا يكون إلا حالة من حالات الظنون والتخيلات، فيكون مصنوعا لمن يدعي هذا الادعاء، لا أنه قد قام الدليل والبرهان على مثل هذا الموضوع. طيب، ما نريد أن نقوله نحن أن هناك إرادة إلهية في أن تكون قضية ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه وظهوره تختلف عن البقية من المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، سواء كانوا من الأنبياء أو من الأئمة من أوصياء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. نعم. الدليل على تحقق هذه الإرادة من الله تبارك وتعالى ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
بما هو معروف بحديث الثقلين، حيث ورد في هذا الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وآله قال: إني تارك فيكم الثقلين، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترة أهل بيتي. فإذا في هذا الحديث الشريف إذا وقفنا عند هذا الحديث ونظرنا في مفرداته، نجد أن النبي صلى الله عليه وآله قد ربط الهداية بالتمسك بالقرآن والعترة، هذا واحد. وثانيا أن النبي صلى الله عليه وآله قد أخبر بأن القرآن والعترة لن يفترقا حتى يردا عليه الحوض. نصوص الحديث الثقلين تتضمن هذا المعنى، وأنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. فإذا هناك حال من عدم الانفكاك والانفصال بين القرآن والعترة. سماحة السيد، قبل الاسترسال عذرا للمقاطعة، ولكن هناك من يقول أن حديث الثقلين هو كتاب الله وسنتي. هذا الحديث لم يروى إلا في موطأ مالك بن أنس إمام المالكية، وهو الحديث من ضمن عدة أحاديث لمالك لم يعرف لها سند. يعني حتى المحققين من أبناء السنة الذين تتبعوا قضية الأحاديث ووصل أسانيدها المقطوعة، هذا الحديث لم يجدوا له سندا. فبينما حديث كتاب الله وعترتي حديث متواتر، نحن في الطر الإسلامية العامة بغض النظر عن المذاهب، المذاهب مذاهب المسلمين عامة، عندما يأتي حديث آحاد مع حديث متواتر ويتعارضان، يقدم الحديث المتواتر على حديث الآحاد، هذه قضية معروفة. فحديث الثقلين حديث متواتر قد روته جميع طوائف المسلمين. ألا تعتقد بأن السنة والقرآن هما صامتين، بينما هنا القرآن وأهل البيت هو مصدر ناطق؟ نحن لا نختلف في هذه القضية. السنة إنما هو كلام المعصوم عليه السلام، كلام النبي صلى الله عليه وآله، كلام الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، فهو أيضا في حالة النطق. السنة ليست صامتة. والكتاب كتاب الله تبارك وتعالى أيضا كتاب قد نزل به الوحي الشريف. لكن الكتاب العزيز فيه الكثير من الكنوز الخفية التي لا يعرفها جميع الناس، بل يعرفها من خوطب بها، كما هو عن الإمام الباقر صلوات الله وسلامه وسلام عليه. فإذا هناك فرق بين القرآن الكريم والأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، من جهة أن الكنوز القرآنية لا يعرفها إلا من خوطب بها، إلا خصوص أهلها. أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم النبع الذي يغترف منه الناس عندما يأتون إلى هذا الماء المعين، عندما يأتون إلى هذه العين الصافية، إلى أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، يأخذون شيئا لا يقع فيه الخلاف. أما القرآن فقد اختلف الناس في تفسيره وتأويله وكيفية التعامل معه. هذه القضية نتركها لاختصاصها وما يتعلق بعلوم القرآن وبحوث القرآن الكريم. نعود إلى بحثنا، وهو الدليل القائم على أن هناك إرادة إلهية في أن يكون ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وظهوره مختلفان، وليس في وقت واحد. نقول أن دليلنا الأول هو حديث الثقلين. فإن الحديث الشريف قد بين أن القرآن والعترة لن يفترقا، هذا أولا، وحتى يرد الحوض على رسول الله صلى الله عليه وآله. وكذلك هذا الحديث الشريف بين أن الهدى يكون باتباع القرآن والعترة. نستمر بتفاصيل هذا المجال وهذا الفرع الأول، ودعنا نأخذ سماحة السيد والأخوة المشاهدين فاصل للاستراحة، وبعد ذلك نتواصل معكم. إذن انتظرونا سادتي المشاهدين، ولكن بعد هذا الفاصل.
السلام عليكم مرة أخرى سادتي المشاهدين الكرام، وشكرا لمتابعتكم. كذلك التحية أوجهها إلى ضيفي الكريم سماحة السيد عبد الستار الجابري. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. نعود ونحن نتحدث في الدليل لإرادة الله سبحانه عز وجل أن تكون هناك عدم ترابط ما بين الولادة والظهور. قد بينا أن دليلنا على هذا، دليل الأول على هذا الذي يدعيه الشيعة في وجود حديث إرادة إلهية في التفريق بين الولادة والظهور القرآن والأدراك الثقلين. قد يقول قائل بأن أهل البيت موجودون، هم أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. كل من كان من أقارب النبي صلى الله عليه وآله فهو من أهل بيته، وحيث أنه من أهل بيته فأهل بيته موجودون، ونحن نجد الآن الذرية الطاهرة للعلويين، الذرية المباركة لأمير المؤمنين والحسنين صلوات الله عليهم، قد انتشرت في أصقاع الأرض. فحينئذ لا نحتاج إلى أن يكون المهدي صلوات الله وسلامه عليه ولادته تنفصل عن وقت ظهوره، فليكن ولادته تكون في آخر الزمن. الجواب على هذا يكون ليس كل من انتمى إلى الذرية الطاهرة يكون هاديا، فهناك الكثير من الذين أبناء الذرية الطاهرة من أبناء الحسنين صلوات الله وسلامه عليهما في اتباعهم لا يتحقق الهدى، بل هم بحاجة إلى من يتبعونه ليهديهم. هم هؤلاء بحاجة إلى من يتبعونه ليهديهم. بينما حديث الثقلين يؤكد أن الذين هم أهل البيت الخاصين الذين لا ينفصلون عن القرآن الكريم هم من تقع بهم الهداية، ولا تقع الهداية إلا بشخص مهتد بذاته. وإلا من اهتدى بغيره، نعم هو قد اهتدى لكن ليس بالضرورة أن يكون قادرا على هداية الغير، بل ربما يكون ما أخذه من معلومات من غيره لم يعها وعيا حقيقيا صحيحا. فإذا من يتحقق بهم حديث الثقلين وأنهم لا ينفصلون عن القرآن، إنما هم خصوص من تتحقق بهم الهداية، هم خصوص المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أما غير المعصوم من الناس فلا يمكن يكون موضوعا